طيب نيجي لنقطة تانية. أنت في ناس بتقول مثلا أنا عايز دلوقتي، أنا ابتديت أعرف إزاي أقرأ مخطوطات بشكل مبدئي، وعايز أروح أتعلم أو عايز أماكن تعلم المخطوطات أو كيفية قراءة المخطوطات وهكذا. مفيش حاجة اسمها كده في العمل. لن تتعلم شيئا في العمل يعني من الممكن أن يزيد من ما عندك، لكن إن هو يعلمك أساسيات أو عشان توصل لمستوى متوسط لا. ممكن يقول لك أنا عايزك تعمل كذا بالطريقة الفلانية، كذا بالطريقة الفلانية، لكن إن هو يعرف إن أنت جاي تتعلم لا. أنت أصلا في هذه الأماكن تعطى يعني ثمن بخس أصلا، وده الأصل، هذا هو الأصل، لأن هذه الأماكن كيف يعني الوضع فيها كيف يسير أصلا. فلان مثلا يكون هناك عدة وسائط، أحد يريد أن ينسخ مخطوطا مثلا، ففي في عارف واحد، فلان اللي هو عارفه ده عارف واحد مثلا عنده مكتب، وفلان اللي عنده مكتب ده عنده ناس شغالة. كل ما بتنزل كلما أنت يعني في هبوط هكذا لواسطة من هذه الوسائط، السعر ينزل. سعر مثلا يكون مثلا هينسخ الألف كلمة مثلا بخمسين جنيه، فالوسيط اللي تحت يقول اللي تحته إن هي بثلاثين، واللي تحته يقول اللي تحته إن هي بعشرين، وهكذا، والأمور تمشي على كده. فالشغل ماشي في الشغلانة دي كده. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ برضو عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي، وعشان خاطر في حاجه انا هقولها لك في الاخر ان شاء الله. فهذه الاماكن ليست اماكن للتعلم، ولكن ينبغي ان تصل الى مرحله اللي هو تذهب الى هذه الاماكن اصلا للعمل. ينبغي ان تضع في راسك يعني في امرين مهمين جدا: انت تذهب الى مكان للعمل لم تظل فيه، يعني لم تظل في هذا المكان. أنا في هذا المكان إلى مدة أو إلى أن أجد مكانا أفضل فأنتقل، هكذا أخذ بعض خبرة ذاتية بالتعامل مع المخطوطات. أنت وأنت تنسخ المخطوطات، وأنت تنسخ أو تقابل، ستقابلك بعض الأمور. قابلت حاجة غريبة أو شيء معين، تكتبها مثلا في ورقة معك، وتجمع الوقت اللي انت كتبت فيه الحاجات ده وتشيله من وقت العمل، تحذفه من وقت العمل. يعني انت مثلا كتبت في يوم مثلا 5 دقائق مثلا في شيء، تحذف هذا من وقت العمل وتعمل هذه ال5 دقائق في هذا اليوم، وهكذا. ولا تصور من المخطوطات الا ان يعني اذن لك صاحب العمل. انا مثلا، وهذا سيفيدك جدا لانك مع الوقت ستنسى، انا وانا اعمل عمل يعني فردي أو عمل خاص، أو حين كنت أعمل في مكاتب أصور إن وجدت شيئا غريبا. هذا ساعدني حين كنت يعني أو لما تأتي فرصة للتعليم أو في دورة أو كذا، عندي نماذج، وهذه النماذج لي أنا أيضا، لأن هذه النماذج قد تنسى، قد تنسى أن النسخ يفعلون مثلا كذا، لأن أنا بتكلم عن الحاجات الغريبة اللي بتقابلك، فدي بتكون حصيلة عندك، وبتكون يعني بعد مدة ستجد أن الأمر يطول جدا. هذه النماذج ستكثر وستستفيد منها. فتذهب إلى مكان يكون في ذهنك أنك تذهب إلى أن تجد مكانا أفضل. ثانيا، أنت تذهب إلى مكان للتعلم الذاتي، أنا أتعلم ذاتيا فقط، لن تجد أحدا يعلمك، وإن علمك قد لا يعطيك كل شيء، إلى جانب بقى الأمراض النفسية التي تجدها في هذه الأماكن، يعني في هذه الأماكن وفي غيرها. واحد شايفك بقى إن أنت بتنسى أحسن منه، أو واحد مش عايزك تعرف كل حاجة، وهذه الأمور، أو مديرك يكون معقد نفسيا ولا ما يعلم بالله ربنا، ويقعد يرخم عليك ومش عايزك تاخد صور ومش عايزك تاخد حاجة، مش عشان العمل، عشان هو كده، عشان خاطر هو كده. فأنت احرص أن تذهب وأنت على درجة معينة في التعلم، درجة مش هقدر أقول لك الدرجة دي تكون إيه، ومحدش هيقدر يقول لك. أنت ممكن يتعمل لك اختبار عشان يتعرف بيه معلوماتك، لازم يكون مفهوم أنت عارف الأمور الأساسية ولا لأ. هل أنت عارف يعني إيه لحق؟ عارف يعني إيه ضرب؟ عارف يعني إيه تطبيب؟
عارف ايه الفرق بين الضرب والتطبيب، عارف يعني ايه خلافات بين النسخ او رموز هذه الامور، رموز التطبيب او اختصارات التطبيب وخلافات بين النسخ، عارف يعني ايه بيان، عارف ازاي بترقم المخطوط، عارف ان هم احيانا يضربون او تعرف تفرق يعني ايه الخط اللي فوق الكلمة ده ضرب ولا خط، وايه معنى الخطوط لو هو مش ضرب، هذه الامور وكيف يرسمون بعض الحروف احيانا في الخطوط المشرقية، والى ان تتدرج وتصل الى خطوط مثلا الكوفية التي كانت في القديمة المتقدمة، وتدخل بعد ذلك في الخط المغربي كما قلت لكم. هل أنت عارف إيه خصائص الخط المغربي أو إيه مميزات الخط المغربي أو الحروف؟ بعض الحروف يرسم بثمانية طرق في الخط المغربي، في الخطوط المغربية. حرف الواحد ليه ثمان طرق، ثمان طرق مختلفة تماما. فهذا يحتاج إلى تعلم. طيب أنا وصلت إلى مرحلة من التعلم وذهبت إلى هذه الأماكن. طيب جميل، وأنت قلت أصلا أن هذه الأماكن تأخذ جهود الباحثين، ماشي، ما أنت في أمور الآن أنت مجبر على أن تسير فيها، لكن ينبغي أن تعلم كيف كان من المفترض أن يسير الأمر. أنت الآن عندك بيت، تريد أن تصرف على هذا البيت وأن تنفق على هذا البيت، مسؤولية. طيب تمام، أنا أمامي الآن مكتب بثمن بخس وليس أمامي إلا هذا المكان. طيب هتذهب إلى هذا المكان لكن تفكر فيه كما قلت لك، أنت ستبحث عن مكان أفضل من هذا المكان، لكن أنا الآن أعمل فيه إلى أن أجد أفضل، وهذا وأنا أتعلم كل يوم، أنا أنسخ مخطوطات وأقابل مخطوطات فأتعلم مما أجده في المخطوطات، فخبرتي تزيد. طيب وتنتقل من مكان إلى آخر وتأخذ دورات كما قلت لك، بعد مدة المستوى سيرتفع. طيب وأنا أعمل في هذه الأماكن، ما الذي من المفترض أن أقوم به أيضا؟ ينبغي أن يكون لك عملا خاصا، عملا خاصا، تبحث عن أحد يريد أن ينسخ مخطوط أو يريد أن يقابل مخطوط فتنسخ له وتحدد لك أسعار، يكون هذا السعر خاص بك أنت. أنا لا أنسخ هذا الألف كلمة مثلا بكذا، لا أنسخ بأقل من هذا، وتسير على هذا الأمر. طيب ليه أنا أعمل عمل خاص وأنا أعمل في هذا المكتب؟ في نقطة مهمة جدا، وهذا كلام لم نفهمه إلا بعد أن دخلنا في هذا المجال وجلسنا مدة فيه. يعني أنا كنت حين أذهب إلى مكان، فهذا مكان العمل، وأرجع إلى البيت وانتهى الأمر، وأشوف بقى حياتي، حياتنا مش كلها شغل. لكن في نقطة قبل هذه النقطة، لا ينبغي أبدا أن تعتمد على مكان واحد. لا ينبغي أن أنت مثلا ذهبت إلى مكان ولو كان هذا المكتب هو ملك لأخيك، أنت لا تدري ما الذي من الممكن أن يحدث، المكان ممكن أن يغلق، أو يعني يحدث أمر بينك وبين صاحب هذا المكان، أو يموت، فأنت ماذا ستفعل؟ ستجلس في المنزل بدون عمل؟ طيب أنا ساعتها سأقوم بالعمل لعمل خاص وأبحث عن أناس أنسخ لهم مخطوطات بعيدا عن المكاتب. أنت ينبغي أن تقوم بهذا من البداية أصلا وأنت مع المكتب. لماذا؟ حتى إذا تركت هذا المكان كان لك عملا خاصا وهناك أناس يعرفونك في المجال، أما ألا تعرف أي أحد وتتكئ على مكان واحد فهذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. لكن ينبغي أن تقوم بعمل اسم لك، أو ولا يكون لك أسعار معينة وطريقة معينة في العمل، طريقة معينة. أنت الآن كم واحد ينسخ مخطوطات؟ أنت إن أردت الآن أن تعمل في هذا المجال، كم واحد ينسخ مخطوطات مثلا في مصر مثلا، أو في مصر والسعودية وكذا وكذا؟ آلاف. منهم من هو له علاقة بالمخطوطات ومنهم من ليس له علاقة بالمخطوطات. طيب الذين لهم علاقة بالمخطوطات كم منهم متقن؟ قليل، بل قليل جدا، قليل جدا. من منهم يتعلم تعلما مستمرا؟ أقل، أقل. لماذا؟ المشكلة هذه أصلا كيف حدثت؟ أنت الآن تذهب إلى هذه الأماكن، يقول لك أريد أن تنسخ في اليوم مثلا 12,000 كلمة. طيب أنا أحتاج إلى أن أقف أمام بعض الكلمات، إلى أن أنظر فيها، أتأكد، أضع احتمالات، مفيش وقت. ليه أنا معمول لي 12,000 كلمة لازم أعملهم كل يوم؟ طيب ما عملتهمش المرتب ممكن يقل، فانا هعمل ايه؟
فانا هعمل بقى بسرعه بقى، مش هدقق ولن انظر في هذه الامور. فتاتي انت تنسخ بهذه الطريقه، وياتي الذي بعدك يقابل بهذه الطريقه، فانت عندك اخطاء من النسخ وهو لا يستطيع ان يستدرك هذه الاخطاء بالاضافه الى الاخطاء التي يضيفها هو. ممكن تكون كلمه مكتوبه صحيحه وهو قراها خطا ولم ينبه ايضا، لانك من المفترض ان تنبه عند الشك. انا افعل هذا في عملي، هذه الكلمة تحتمل أن تكون كذا وتحتمل أن تكون كذا، أثبت له بالصلب ما يغلب على ظني ثم أضع له هامشا وتحتمل كذا. وأحيانا قد تحتمل احتمالين غير الثالث الذي بالصلب، فأقول له تحتمل كذا وتحتمل كذا في الهامش. كلمة غير منقوطة مثلا والمعنى يحتمل، مفيش نطق تماما، كلها مهملة. فتقوم بعمل هذا. طب إن أنت تم ضغطك في العمل، وهذا هو الذي يحدث في هذه الأماكن، انت ليك متوسط في اليوم او ليك مثلا يعني هدف ينبغي ان تحققه في هذا اليوم، عدد كلمات كذا الف كلمة. طيب فانت لا تتقن ومن بعدك لا يتقن، وتذهب الى هذا الكلام يذهب الى المصحح اللغوي لا يتقن، وهكذا كيف يخرج الكتاب. ثم بعد ذلك يقولون لك يعني نحن نحمي التراث ومش عارف ايه، لا في حماية ولا شيء، لأنك أصلا لا تقدر من يعمل عندك، وهو بالتالي لا يقوم بعمله على أكمل وجه، وهذا خطأ ينبغي أن يعني، لكن الناس خلاص الناس معذورة. فيخرج الكتاب في أسوأ صورة، فيضطر غيره من المحققين أن يبدأ في الكتاب من بدايته، وأن يقوم بجمع المخطوطات ثم يبدأ في النسخ والمقابلة وهكذا، ويهدر الوقت والجهد وأموال الناس الذين اشتروا هذا الكتاب الغير متقن أصلا. ثم يقول لك سنصحح في الطبعة الجديدة، يا حبيبي أنت أصلا مقصر أساسا، تصحح هذا لما تستفرغ الوسع، ثم حدث هناك أخطاء قليلة فتصحح، لكن أنت في مشكل أصلا، أنت غير مؤهل أصلا. وكثير ممن ينسخون المخطوطات ويعملون في المقابلة غير مؤهلين أصلا. أنا بقول لحضرتك أحيانا قد يكون يعني تخرج من دبلوم علوم المخطوط وهو ليس متقن، ليس متقن، ليس متقنا لهذا، لم يتدرب كثيرا، هو متكئ على الشهادة التي أخذها. وأحيانا يكون محقق وله عدة كتب خرجت ولا يستطيع أن يقرأ مخطوطات متوسطة ويخطئ أخطاء فاحشة وهكذا. فينبغي لمن يريد أن يكسب يعني كسبا حلالا أن يقوم بهذه الأمور، أن يذهب يتعلم بهذه الطريقة وأن يأخذ عددا من الدورات وهكذا. طيب مثلا بعض الإخوة يسألون، هو متوسط سعر النسخ كم السعر؟ هذا لمن يريدون أن يطلبون العمل، أو لمن يريد أن ينسخ، يعني حد عايز يعمل شغل معاك يقول لك انا عايز انسخ مثلا المخطوط الفلاني في كذا لوحه، عايز اعرف سعر الالف كلمه بكام. هذا السؤال خطا اصلا، هذا السؤال خطا، هذا السؤال يتم الاجابه عليه ينبغي ان اعرف مستوى حضرتك ايه، من يريد ان يعمل، ما هو مستواك، ما درجه اتقانك في العمل، ما العلم الذي كتب فيه المخطوط، صعوبه المخطوط، كم تنجز في الساعة أو الألف كلمة في أي وقت تنجزها. ينبغي أن، وما هي خبرتك، الخبرة لها سعر، الخبرة لها سعر. ولذلك كنت أقول لبعض الإخوة، يا أخي لا تعمل في هذا العمل الآن، هو ممكن يكون فاكر إن أنا مش عايزه يزحمني في العمل. لا يا حبيبي، أنت تهدر يعني اسمك من البداية، عندك أخطاء فاحشة، ستعرف بهذا، ستعرف بهذا أصلا أن فلان هذا سيء يعني لا ينسخ أحد عنده. فأنا أوفر عليك هذا، اصبر قليلا وتعلم لتقوم بهذه الأمانة، لأن هناك أمر جبلي إن لم يوجد أصلا في الشخص لا ينبغي أن يقترب من هذا المجال أصلا، أن يكون صبورا وأن يكون عنده من الأمانة يعني ما الله به عليه، أن يكون أمينا. إن لم تكن أمينا فلا تقترب من هذا، وإن لم يكن عندك صبر، لأن قراءة المخطوط أنت أحيانا تجلس أمام الكلمة تقلبها هكذا يعني لا تستطيع أن تقرأ. وكان أحد الأساتذة في معهد المخطوطات كان يقول لنا لقراءة المخطوط فتح من الله، يعني
سبحان الله، قد يأتي غير متخصص يمر أمام الكلمة هكذا يقرأها سهلة وأنت لا تستطيع أن تقرأها، لأن عندك عدد من الخبرات وعندك بعض الأمور المشكلة في رأسك، مر عليك هذه النماذج كثيرا، فأنت عقلك يفرع من الاحتمالات ما لا يفرعه خالي الذهن، فقد تقف أمام كلمة سهلة لا تستطيع أن تقرأها، وقد تقوم وترجع فتقرأها بمنتهى السهولة، وهذا يحدث كثيرا معي، بل أحيانا أنظر في بعض المخطوطات قبل أن أعمل فيه، يعني كيف سأعمل في هذا المخطوط، كيف سأقرأ هذا، وأقرأه مرات وأقوم بعمل بعض الخطوات المعهودة، فأجد الأمر انفتح يعني الحمد لله. فهكذا ينبغي أن تصل إلى هذا الوضع، أن تصل إلى هذا، وأنك أخذت هذه الدورات كما قلت لك وتدربت في هذه الأماكن، ثم يكون لك أسعار معينة تعمل بها وتعرف بهذا، وأن تقوم بعمل بعض الأشياء التي لا تفعل عادة في العمل، لكن لمن يستحق أن يكون لعملك طابع خاص. مثلا تقوم مثلا بعمل ملف وورد، أنت نسخت الآن مثلا، يكون معك ملف مفتوح وأنت تعمل تكتب فيه مثلا بعض خصائص النسخة أو بعض الطرق التي يتبعها الناسخ في كتابة كلمة كذا أو في كتابة حرف كذا، يرسم مثلا الصاد أو السين بسنين غالبا أو بسن واحد، يعني كان معي مخطوط أعمل فيه منذ أيام، يرسم الشين أو السين بسن واحد وأحيانا بسنين، هذا يشكل مع الباء والياء، فأنت حين تنبه من بعدك فأنت هكذا فعلت أمرين، أديت الأمانة، ثانيا أنت تقول له أنا فاهم لما أقرأ، ثالثا أسهل عليك الخطوة التي ستأتي، سواء إذا كنت تنسخ فهو سيقابل أو أنت تقابل وهو سيقوم بعمليات التحقيق بعد ذلك، فأنت تيسر عليه، هكذا أنت تحمي التراث، هكذا إن كنت أنت متقن وهو متقن أيضا، من يعملون في هذا العمل على درجة من الإتقان نحمي التراث، لكن أن تجعل ثمن من يعملون في هذا العمل بخس، فكل منهم يهمل، وتقول لي أنت تحمي التراث وتخرج كتبا، كيف خرجت الكتب؟ كيف خرج الكتاب؟ يعني الكتاب خرج ما يعلم به إلا ربنا زي ما احنا بنقول كده، لا يسمن ولا يغني. فهذه بعض الأمور المهمة التي أردت أن تفهم، فليس هناك شيء اسمه كم سعر متوسط سعر المخطوط، ليس هناك شيء اسمه طيب أنا مثلا لو أنا متوسط أو واحد في مستواي ماذا أفعل؟ أنت قد تكون متقن وقد تأتي إلى هذا العمل وتهمل، أو قد تكون على درجة عالية من التعلم ومهمل في عملك، بل بعض الأساتذة أحيانا قد يكون هو من يعلمك وتنظر في عمله تجده غير متقن، لأنه في التعليم شيء وفي العمل شيء آخر، فينبغي أن تكون على دراية بهذه الأمور وأن تكون يعني ذهنك يكون فيه يقظة في هذه الأمور. العمل فيه أمور ينبغي أن تقوم بها، وينبغي ألا أيضا تقوم بعمل أشياء لا تطلب منك في العمل، يعني ما تجودش زي ما احنا بنقول، يعني هو طلب منك واحد ما تعملوش واحد واثنين إلا إن كان يستحق، لأن هذا غالبا لن يقدر، لن تحاسب عليه أولا، ثانيا لن يحمد لك، بل سيكون كأنه فرض عليك بعد ذلك، لا افعل ما طلب منك، طلب منك أن تنسخ فقط، انسخ فقط لا تنسق، طلب منك نسخ وتنسيق، لا تأتي إلى مثلا الضبط اللغوي، لا إلا إن طلب، هذا عمل وأنت في حاجة إلى كل دقيقة من وقتك لتعمل فيها، وهكذا. طيب هذه الأمور فيها شيء، فيه استفسار؟ في نقطة مهمة برضو، في نقطة مهمة، بعض الإخوة يريد أن يدخل في هذا العمل، فماذا يفعل؟ يجعل سعر العمل الذي سيقوم بعمله قليلا، يظن أنه بهذا سيستجلب أناس أكثر، بالعكس إن كان يفهم من ستقوم له بالعمل لن يعطيك العمل، يقول لك لا فلان غير متقن لهذا وضع هذا السعر، فلا تفعل هذا، ستقوم بعمل هذا الأمر مطلقا.
في نقطة مهمة كمان من مساوئ هذا العمل، أنه يضعف النظر، ومع السنين المتعددة مع الإهمال يصيب بالغضروف، لأنك تجلس كثيرا، جلوس الكثير ممكن تجلس بثمان أو 9 ساعات أو 10 ساعات لا تقوم إلا قليلا، هذا يضغط على الفقرات، فقرات الظهر، فينبغي أن تقوم بعمل بعض التمارين، أو أن تقوم كل 45 دقيقة مثلا تتحرك، ينبغي أن تتحرك. الشاشة التي تعمل عليها ينبغي أن تكون متوسطة، يعني لا تكون أقل من 23 بوصة مثلا، لا تقل عن هذا، أقل من هذا لأنك تقسم الشاشة نصفين أفقيا أو رأسيا، وتجعل المخطوط بالأعلى مثلا والوورد بالأسفل وتكتب. فإن كانت 15 بوصة مثلا كيف ستفعل هذا؟ سيضر بالنظر كثيرا. فينبغي أيضا أن يكون عندك نظارة، ينبغي حتى إن كان نظرك 6 على 6، لأنه سيقل مع الوقت، لن يظل هكذا بحال من الأحوال. فلازم تكون لابس نظارة، وتكون تبتعد عن الشاشة مقدار 60 سم تقريبا، وهكذا وهكذا، ينبغي اتباع كل هذه الأمور. طيب، في أي أسئلة؟ أنا أظن أننا نكتفي اليوم، مش عايز أطيل عليكم أكتر من كده، هخلي بقى وقت 10 دقايق ولا حاجة للاستفسارات. أستاذ نورهان تقول: أنا طالبة في كلية الآداب قسم الكاتب عن الآداب في سنة التخرج، كيف لي أن أتطرق إلى مجال المخطوطات؟ في دبلومة معهد المخطوطات، وبعدها ماجستير. في المصادر ممكن أفهم بها المجال، هو كتب التحقيق كتير، لكن قراءة الكتب، يعني كثرة الكتب في أو قراءة كتب كثيرة في هذا لن يفيد كثيرا، يعني كتاب أو اتنين وابتدي بعد كده ادخل في أمور عملية، لأن الكتب لما أستاذ ياسر العريني، دكتور ياسر، كان بيقول لنا الكتب ينقل بعضها من بعض، ولا يكون هناك إضافات إلا قليلا. فكتاب مثلا مثل كتاب دكتور العسيلان تحقيق المخطوطات، كان الأساتذة ينصحون به، وتتابع مع أحد، إن استطعت أن تتابع مع أحد في النسخة أو في المقابلة من باب التدريب يكون جيد، يعني بل هيكون هو يعني مهم جدا، ولن تتقدم، لن يكون هناك تقدم إلا بهذه الطريقة. مصادر برضو كتب مصطلح الحديث كلها، شروح الألفية، شروح مقدمة ابن الصلاح وغيرها، لأنهم يتطرقون إلى باب كتابة الحديث أو آداب كتابة الحديث، يتطرقون إلى بقى الضرب والتطبيب والتصحيح وهذه الأمور التي في المخطوطات، لكن هذا أحيانا يحتاج إلى شرح أيضا. ما هو مستوى مطلوب في مفردات اللغة لمن يريد أن يحقق الكتب؟ لا، هو أنا أصلا مش محقق، لكن ينبغي طبعا أن يكون وصل إلى درجة عالية جدا، ويعرف مصادر الكتب، يعني إن قابلته مشكلة إلى أي شيء سيرجع. لا، موضوع مش سهل، مفردات اللغة بالذات مش سهل، ينبغي أصلا ليحقق الشخص ولكي يعترف به أنه محقق أن يعمل تحت يد محقق متقن مدة إلى أن يقول له يعني استوى عقولي، خلاص الأمر كده، خلاص أنت بقيت كويس تقدر تحقق. إن الخبرة بالعملية غير النظري خالص، أنت ممكن تدرس نظري كتير وخلاص تيجي العملي تقف، كما كررت كثيرا، أنت إن قرأت 100 كتاب عن السباحة ثم نزلت في الماء وخلاص ممكن تغرق، ينبغي أن تتدرب، القراءة وحدها لا تكفي. طيب، الاختصارات مثل رحاح ورضاض ووفاء نكتبها كما هي أم ماذا؟ حضرتك بقى تحط، الأستاذ أبو عمار، تحط ما ستسير عليه في المقدمة، تكتب أنني سأفك هذه الاختصارات أو لا، شوف أنت هتعمل إيه، بس تنص عليه، تنص على ما ستفعل.
لا تحتاج هامش، لا تنبه في المقدمة خالص حتى لا تكسر الهوامش. أستاذة شيماء بتقول أنا قائمة على مكتب نسخ ومقابلة مخطوطات الأكسيون، قضية التسعير في هذا المجال طرق وأنواع وأنسب شيء بالنسبة للناسخ والمشتغل بالمخطوط من خلال تجربة. زي ما أنا بقول لحضرتك كده أستاذة شيماء، ينبغي أصلا أن أعرف مستوى كل شخص يعمل معي. ثانيا خبرته، أنت منذ كم عام تعمل في هذا العمل؟ الخبرة، وإن أنا يكون هناك اختبارات بشكل مستمر، أو يكون هناك مجموعات مشتركة، مجموعة مثلا على التليجرام للمجموعة التي تعمل، كلما وجدت فائدة توضع للمجموعة، انظروا هذه العلامة معناها كذا 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 وهي على خلاف المعهود ومعناها كذا كذا، حيث المجموعة تتطور، يتطورون معا. وفلان مثلا عمله يعني فلان مثلا يعمل العمل هذا في نصف ساعة وفلان في ساعة، ينبغي أن أنظر في الحصيلة بعد ذلك أيهما العمل المتقن. لا ينبغي أن يساوى الناس بناء على الوقت الذي ينجزون فيه العمل، كيف صار العمل بعد أن أنجز العمل ده، الحصيلة بتاعته إيه. ففي أمور متعددة، والموضوع السعري بيختلف أيضا من بلد إلى آخر، وحسب نوعية العمل وحسب العلم الذي في المخطوط. في مخطوطات صعبة، تجلس أمام المخطوط يعني ساعة لا تنسخ فيه إلا 500 كلمة مثلا. كل هذه الأمور ينبغي أن تقدر وأن يتم الاتفاق عليها من البداية. آمين وإياكم الصلاة والوفاء، وإياكم الصلاة والفرح. ميم أو ظاء في الحاشية، ينبغي أن يكون هناك نماذج لأنظر فيها يا أستاذ أبو عمار، ينبغي أن يكون هناك نماذج. ميم هذه أو ظاء، ظاء أحيانا تكون معناها الظاهر، كأنه يستظهر أن هذه الكلمة هي الظاهرة مثلا، أو يكتب أحيانا كلمة في الهامش ويكتب فوقها ظاء، كأنه يقول لك الظاهر أنه من المفترض مثلا أن يكون هكذا، لكن ينبغي أن أنظر في نماذج، يعني الكلام هذا عام. هل هناك فرق عندما يكون كلام في الحاشية مكتوب بالمقلوب؟ لازم أشوفه الأول. موجود في مقدمة ابن الصلاح كل آداب الكتابة في المخطوط. طبعا موجود فيها، لكن عشان نقول كل أو لا ينبغي إن احنا نستوعب الكتب التانية وبعدين نشوف فيها إضافات ولا لا. وإيه كمان؟ الكل ما في الحاشية يكتب في الهامش أم يكتب، يمكن أن يكتب في صلب النص؟ ينبغي إن احنا نعرف بقى هو لحق ولا لا، أو عشان خاطر نشوفه من صلب النص ولا لا، أو لما بيكون بيان بيبقى توضيح لما في داخل النص، وأحيانا كلمة بيان يعدلون فيها الكلمة التي بالداخل تماما، يقول لك ضع هذه مكان هذه، أنا أخطأت، هذا ينبغي أن يتدرب عليه يعني. طيب دي مجموعة من أهم الأمور اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها، يا رب تكون بعض الأمور وضحت عند حضراتكم. نقطة أخيرة، أنا لما قلت لحضرتك إنك ينبغي إنك يكون لك عمل خاص، لأن الهدف أصلا من هذا العمل إنك في النهاية تعمل عملا خاص، لا تكون تابعا لمكاتب، سواء سيكون عندك مكتب خاص بك أو ستذهب إلى أماكن التي هي مساحة العمل اللي هي الورك سبيس تعمل بها، يعني يكون لك عملك الخاص وتذهب بعد ذلك للقيام بهذا العمل الخاص في أي مكان، في المنزل أو في غير المنزل، لكن هو المنزل عامة ليس مكان عمل يعني. فأن يكون لك عملا خاصا بعد مدة، بأسعارك الخاصة، بنظامك الخاص، بعيدا عن هذه الأماكن، هذا سيكون أفضل من العمل في هذه الأماكن، لكن هذا يحتاج إلى وقت، إلى وقت وإلى جهد، وأن تتسع دائرة العلاقات التي تعرفها في هذا المجال، بحيث أن العمل يكون عندك متراكم، الناس هم الذين ينتظرون فلان لدقته ولجودة عمله إلى أن ينهي الأعمال التي عنده، ننتظر. لا، لأن صاحب الكتاب أو المحقق أو من يريدك أن تنسخ وتقابل، إن أعطى العمل هذا لمن ينسخ أو يقابل وهو سيء في هذا، سينفق أضعاف أضعاف ما أنفق لتصويب الكتاب مرة أخرى. جاء يخرج الكتاب فوجد فيه أخطاء فاحشة، فيرجع مرة أخرى إلى من يقابل الكتاب مقابلة جيدة. طيب ما تدفع من البداية ثمن يعني
ثمن يعني صحيح او ثمن معتدل لمن ينسخ ويقابل، ليقابل على راحته يعني، يشوف الشغل صح. فهذا هو الهدف في النهاية، إن كنت تريد أن تعمل في هذا العمل وأن يكون عملك الأساسي ينبغي أن تسير بهذه الطرق. هذه الخبرة التي عندي أقولها لك، وليس يعني مش لازم أكون كل اللي أنا بقوله لك ده أنا قدرت أعمله، لأن إحنا فهمنا الكلام ده متأخر. فأنا بقول لحضرتك الكلام ده لو أنت ناوي تدخل في المجال ده ينبغي أن تسير بهذه الطريقة إلى أن تصل إلى أن يكون عندك عمل خاص بك تعمل به بأسعار معينة بنظام معين، والناس تعرف أن فلان هذا جيد ومتقن، وأن تظل تتعلم في هذا المجال قدر استطاعتك. أنا إلى اليوم أخذ دورات، كلما كان عندي مقدرة أقوم بأخذ دورة. مش هتخسر شيء بل ستستفيد، إن استفدت يعني معلومة أو معلومتين وهو مجال عملك الأساسي أنت مستفيد، أنت مستفيد على كل حال. فهذا ما عندي، وأرجو أن يكون الكلام يعني فيه فائدة، وربنا يجزيكم كل خير.